السلام عليكم، بدون مقدمات، بدون درون، بدون كل شيء، جاي امشي فجأة شف الشخص يذب سلية، بس الذب مالته مو طبيعي، يعني كذبي صيد ما شاء الله وعنده خبرة مو طبيعية، فقلت لازم اطبق عليه واصور له حلقة وياه بكل الطرق. بشر ابو علي. بيه؟ نعمة؟ اي بيه اي. يا الله. انا اقول لك انت مالك علاقة، ازيد من وحدة بيه. يلا. هاي العيون ابو علي. لا صدق اقول لك وش ذي. شوف ايش كبرها شوف. اللهم صل على محمد وعلى. بعد. حقة شديدة. بعيدة حبيبي. خدمتكم انا. والله العظيم هسه ثبت لي انه صاحب خبرة وامكانية مو طبيعي. خدمتك. حقة شديدة. ايه باري ما شاء الله. فلتت والله العظيم، يعني شو سالف سمتية بالكيلو ونص كيلو وين مثل ما شفتوا راحت، ما طقت يعني سنارة ما طقتها عدل ابد، فالحمد لله بما انه جربنا هذا المكان فراح نسوي به حلقات جاية ان شاء الله. هذا المكان بسمتية مو طبيعي، فالحمد لله. طيري وهذه لعيونكم ما شاء الله. مشكلة عمرك. بلطي ما تروس ترس بلطال عسينها. اي كلش هو. بس هاي شو نسوي لها بعدها صغيرة؟ شنو نقلها؟ في امان الله. يا الله صبحكم الله بالخير. طبعا اليوم الثاني التقيت بابو علي ببليته الجديدة. الله يساعدك. الله يساعدك. هسه وين متجهين؟ الصيد. يعني عندك علاقات وترتيبات. اي راح نروح هناك صوب. حلو. اكو طبقات بين. اريدك توضح لي ايضا شلون تستخدم الطابوق او البطل للعلق حتى تعرف المكان مالته والذب وتطلعهن من العلق. عدل؟ ان شخص المكان مثلا لا علقه راكزه ما تبين انه ندبها ندب الطابوقه من هناك نشخص مكانها، حتى من ندب السليه ما راح تشلب العلقه وتروح السليه من عندنا، لهذا السبب احنا نسوي هاي الشغله. علاوي رايدين فواكه نسلى بيهم بالطريق يرحم والديك. عشيدك. شوفون هذا الجمار، شوفوا هاي الصغير، ألف عافية. طبعا هذه علقة دوبة وغرقانة هنا فراح يذب بصفر. دائما السمك يحب هيك اماكن، فان شاء الله راح نحصل بهاي الذب. والله بعد شنو عندك؟ وحده صغيره مو؟ صغيره. نعمه. شتيدك. هذا هو صيدنا حاليا. فهسه ضروري نذبذبه بالسلية ونجرب حظنا. نقطة حلوة. جواك الله ابو علي. بعد روحي. سونا. اقول هسه هاي الذبة ما تعجبكم؟ يا الله. نعم
اسحب اسحب اسحب. وهذا هو الشلق ما شاء الله. هاي الذبة طلعت عبارة عن بلطي، وبلطي ما شاء الله شوف الكبر. بعد طلع طلع بعد ليش بلطي يمكن ها؟ ايه طبعا من ما جاي نفتر الشمس تصير على الكاميرا والتصوير يطلع بلون السواد. رعنا هيك هيك كذ على وكذ هذه هي الدوبة. تقدر تقول بشكل عام انه هذه بيوت السمك، لان السمك يحب هيك اماكن. قواك الله مهدي. قواك الله. شنو عندك؟ راح نشوي سمك. شنو من الجذوع هاي؟ هذا عروق مال انقر. زين شنو هاي الجمرية مالتي؟ تخبل هاي. فحم الصيد. زين حطها ها. قواك الله ابو حسين. ابو علي بعد روحي. شنو عندك هذا؟ حطب وراح نسوي غدا. اه ابو علي استنى. تعال يلا تفضل ويانا. تعال تعال